مساء الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بيكم. ممكن يكون التصوير يا جماعة الخير مش قد كده، ولكن حابة اتكلم معاكم يعني علشان مش عارفة بصراحة اسجل معاكم فيديو، ولكن قلت ايه نقعد شوية كده في الشموسة الحلوة اللي طالعة دي. الشمس عمالة تروح وتيجي وكمان بهت معايا الصورة خالص، ولكن مش مشكلة، خلينا نتكلم مع بعض كده كلمتين في بداية الفيديو. احب اذكر حضراتكم بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد ما في السماوات وعدد ما بينهما وعدد ما شئت من شيء بعد، اللهم امين يا رب العالمين. افضل الصلاه والسلام على سيدنا محمد، وفقنا يا ربي لما تحب وترضاه عنا، اللهم امين. طبعا هتسمعوا معايا اصوات كتير لان انا في البلكونه، وزي ما حضراتكم شايفين خلفي كده في طريق، الكل اهو ظاهر معايا في التصوير، العربيات رايحه وجايه والدنيا ايه تمام التمام. حابه اتكلم مع حضراتكم النهارده بخصوص نور بنت رانيا داوود، والمشكله اللي عملها اليوتيوب او المتابعين او بعض القنوات جعلوا منها مشكله. البنت يا جماعه الخير تهمت او تم اتهامها بانها هي اللي بتخرج اسرار قناه الست حلميه. نور بريئه من الليله دي كلها، وبرأها طارق ابن خالتها اثناء البث المباشر اللي عملته الست رانيا داوود، وكانت بتحاول تثبت للمتابعين ان بنتها يا دوب بتعمل مونتاج بس لطارق، ملهاش علاقه خالص بالقناه ولا شغل القناه. دخل طارق خبط على خالته، خالته قالت مين؟ قالت ده شكله طروقه. المهم فتحت ولقيت فعلا العلبه فيها مين؟ فيها طروقه. طلع لنا طارق وقال كلمتين بجد يعني يحترم لكلامه، ورق بنت خالته وقال يا جماعه الخير نور، علشان بس اقول كلمه ترضي رب العالمين، نور بتساعده بس لو احتاج مساعده في مونتاج في اي حاجه بالنسبه للمونتاج بتاع الفيديو ده، لو احتاج لمساعده بيلجا لنور، ما احتاجش المساعده ما بيلجاش النور. يعني النور مش ماسكه القناه، ولا هي سر من الاسرار اللي بتخرجهم الاسرار الحربيه. ما اعرفش هي ست حلميه بتعمل ايه يا جماعه، بتصور ايه؟ انت بتصوري ايه ست حلميه غير اللي الناس كلها عارفاه؟ ست حلميه ست الريفيه البسيطه الجميله، بتصور روتين بيتها في البيت، او بتعمل زي ما حضراتكم شايفين ممكن تصور يعني فيديو في الغيط زي ما حضراتكم شايفين كده الصوره او الخلفيه اللي ورايا، يعني شغل عادي جدا لكل يوتيوبر ممكن يعمل الشغل ده، ما فيهوش اسرار حربيه، ما فيهوش اي حاجه تخرب القناه للست حلميه. طارق دخل على خالته اثناء البث المباشر اللي كانت خالته اصلا عامله، الست رانيا كانت عامله البث ده مخصوص عشان خاطر تبرأ بنتها وتقول ان نور ما حدش يجيب سيرتها، لان نور ملهاش علاقه باي حاجه من الكلام اللي داير الفتره الاخيره داخل اليوتيوب. بالنسبه لنور يا جماعه الخير، يعني المفروض حتى لو بتساعد طارق ولو مساعده بسيطه وشيء ضئيل نشكرها، لان البنت السنه دي في ثانويه عامه يعني ثالثه ثانوي، يعني بتفرغ من وقتها وقت علشان خاطر تساعد طارق او تساعد الست حلميه، كتر الف خيرها وجزاها الله كل خير. نشكر نور على مساندتها لطارق ومساندتها لخالتها حلميه، على المساعده اللي هي بتحاول تساعدها حتى لو في مقابل مادي باتفاق بينها وبين ابن خالتها اللي هو طارق، برضه مشكوره لانها بتفرغ من وقتها علشان خاطر تحاول تسند او تساعد خالتها في الشيء اللي هم يعني محتاجين اليه. ولكن برضو حابه اسلط الضوء على نقطه مهمه جدا، يعني اشار بيها واشاد بيها متابعين الست حلميه ومتابعين قنوات النقد اللي بيحبوا الست حلميه وبيأيدوها، سواء كانت عندها اخطاء او عندها اشياء حلوه وجميله، هم كده كده اصلا يعني بسم الله ما شاء الله عليهم، السيده حلميه ما حدش يقدر يجي عليها. وانا من الناس والله يا جماعه الخير، يعني اتحطيت كده كارت حشر ان انا كارهه الست دي، هكرهها ليه؟ مفيش بيني وبينها اي حاجه. كنت بحاول ان انا اوضح لها رؤيه كده من فتره ان في فتنه وقعت، والفتنه دي اختك بريئه منها، ولكن الست ما استجابتش ولا سمعت الكلام ده، ولكن ده ما يقللش من كلامنا ولا من مجهودنا اللي قدمناه الفتره اللي فاتت. ونرجع تاني لمرجوعنا وهو مجهود القنوات اللي يعني طلعوا ونجدوا طارق. يا ريت يا طارق تشتغل على قناتك، وبلاش تدخل اي حد معاك في القناه، وبلاش وبلاش وبلاش. وبعدين متابعين الست حلميه ومتابعين قنوات النقد ايضا اتكلموا في النقطه دي وقالوا لطارق هو انت ليه بتعتمد على كل حاجه لازم تلجا لاي حد فيها؟ يعني شغل في القناه، مش عارفه موضوع العربيه برضو كان الخطا اللي حصل فيها ما كانش منك، ولكن برضو انت كنت سبب من ضمن الاسباب. حاجات كتير متابعين الست حلميه ومتابعين قنوات النقد اللي يعني بيتكلموا وبيحاولوا ينصحوا ويوجهوا طارق لحاجه زي كده بيقولوا لك اتعلم. وفعلا يا طارق ما انت مش كبير، ده انت لسه شباب وعز رعيان شبابك، يعني تتعلم مونتاج وتتعلم تشتغل على قناتك وتتعلم.
اتعلم كل حاجه زي ما اتعلمت التصوير كده حبيبي، اتعلم اعمل كل حاجه علشان ما حدش يدخل في خانه اليك زي ما نور اتحطت كده فيها. اسفه جدا لو التصوير مش قد كده يا جماعه، يعني سامحوني على النقطه دي. حابه برضو يعني كنت حابه ان انا اتكلم معاكم بخصوص النقطه دي، لان انا كنت شايفه الكلمتين اللي قالتهم زاهيه داوود ورانيا لما كانوا عاملين فيديو مع بعض، المتابعين فكروا ان رانيا حاطه ايديها مع الست زاهيه ضد الست حلميه. يا جماعه الخير هم في الاول وفي الاخر اخوات، حلميه ولا زاهيه ولا رانيا كلهم اخوات وبمصيرهم راجعين لبعض، هم كده كده راجعين. بس الناس تهدى، الناس تهدي اللعب شويه علشان رب العالمين يهدي ويصلح الحال ليهم ان شاء الله. ده بالنسبه لموضوع رانيا وموضوع بنتها، منتهي يا جماعه منتهي. تاني يوم طلعت لينا رانيا داوود بتصوير كان يعني لحد ما حلو جدا، صورت مع الحاج مصطفى. معلش يا جماعه بحاول اظبط لكم الصوره، هو ده قدر المستطاع عندي بصراحه، يعني لا عايزه اسجل فيديو وما عنديش وقت ان انا اقعد واسجل على اي فيديو عندي، ولكن قلت اخليها ايه يعني بس مباشر كده، كنت في مشوار ولسه جايه قلت اصوره مع حضراتكم. المهم الحاج مصطفى طلع مع رانيا، او رانيا راحت عملت زياره الحاج مصطفى زي ما عملت فيديو مع زاهيه كده، وكان الفيديو محتوى حلو جدا. الفيديو اللي عملته برضو رانيا مع الحاج مصطفى بصراحه الفيديو برضو محترم وما فيهوش اي حاجه. الست بتتكلم عن الصندوق الاسود، وحابه اسلط الضوء على النقطه دي. مين اللي اتكلم يا جماعه الخير في اليوتيوب بالنسبه للصندوق الاسود؟ هل قنوات النقد ولا الست حلميه؟ اكيد قنوات النقد، وده يعني لا غبار عليه. الست حلميه ما جابتش سيره رانيا ولا جابت سيره صندوق اسود ولا صندوق ابيض. واحده من ضمن قنوات النقد، وطبعا اللي عارفين قنوات عيله داوود عارفين القناه دي اللي طلعت وقالت الصندوق الاسود لرانيا والصندوق الابيض. رانيا خدتها بصوره يعني ايه فكها كده ومزاح مع الحاج مصطفى، واخدت الصندوق الخاص بيها بمجوهراتها طبعا، او المكياج بتاعها طبعا زي ما انتم شفتوا كده. الصندوق بتاع رانيا لونه بني، قالت انا جبت لك يا اخويا الصندوق بتاعي علشان تشوف الصندوق بتاعي ابيض ولا اسود ولا بني ولا ايه بالظبط. بصراحه البنت لما فتحت الصندوق كلنا اتفاجئنا من اللون الجميل اللي جوه. ايه هو يا فوفا؟ صندوق رانيا ابيض زي الشمع، شمعة منورة يا جماعة الخير، ما عندهاش صندوق اسود يعني. بصراحة انا فضلت اضحك طول الفيديو. المهم كان بيتكلم الحاج مصطفى كلمتين، ما شفتش اي تلقيحات زي ما المتابعين تحت عندها فارمين رانيا في الكومنتات، وايه لازمه الفيديو ده وانت بتلقحي على الست حلميه؟ ليه بتعملوا فتنه يا جماعه الخير ودايما تقولوا لاي حد يتكلم مع الاخوات هما الاثنين يتكلموا مع بعض بتبقى ايه تلقيح على الست حلميه؟ طب ما هي الست حلميه بتعمل مع حماده فيديو واثنين وثلاثه وعشره، برضو المتابعين المعظم بيقول فيديو عادي اللي هم متابعين الست حلميه، متابعين الست زاهيه لو في كلمه اتقالت كده ولا كده يبقى ايه؟ يبقى تلقيح على الست زاهيه مثلا، ناخدها تلقيح. يا جماعه الخير كبروا دماغكم، كبروا تكبروا، كبروا تكبروا. بالنسبه للتصوير محدش ركز معايا للتصوير، ولكن ركزوا معايا في الكلمتين دول. حابه اقول كلمتين للمحترمين المتابعين لكل الاطراف، يا ريت اللي حاول يعني يوجه الضوء على حاجه معينه وحاجه كويسه يا ريت. مفيش جزى المؤمنين شر القتال، يعني ايه؟ يعني بلاش وكفايه، لان بصراحه انتوا بتصدروا صوره للناس دي بتتعبوها اكتر ما هي تعبانه، الناس دي تعبانه نفسيا والناس دي تعبانه بدنيا، خاصة رانيا، رانيا يعتبر لوحدها، معاش راجل، معاش غير رب العالمين، اخواتها كل واحد يا جماعه الخير النهارده المطلقه هي اللي بتعول نفسها بنفسها، فيعني الرحمه شويه، الرحمه شويه برانيا وبغيرها، يعني خفوا شويه عن العيله دي. خفوا شوية عن العيلة دي. أخش معاكم بقى في سماح، حب حياتك ودلع مطبخي. سماح بقالها فترة يعني بدأت تشتغل وترجع على الروتين وعملت اللي عملته وكأنها ما عملتش أي حاجة، ولا قالت الظروف إيه بينها وبين أبو مالك، ورجعت وظبطت شقتها ومحدش شاف مين أبو مالك. تقريبا الأدوار اتبدلت، أبو مالك نزل تحت والست محا طلعت فوق. المهم مش هنفق، مش هيختلف في النقطة دي لأن دي حياتهم وخاصة بيهم، ولكن للأسف الشديد يؤسفنا أنتوا اللي بتدخلوا المتابعين والقنوات في حياتكم، وأنتوا اللي فرضتوا حاجة زي كده. واحدة زي سماح فرضت رأي المتابعين، ولما المتابعين يطلعوا يتكلموا تطلع يعني تدعي عليهم زي ما شفنا الفيديو اللي قبل الأخير ده، كانت بتدعي على الناس اللي ظلمتها وحسبي الله ونعم الوكيل، وتشوفوا اللي أنا شفته وتدوقوا اللي أنا دقته، وفضلت تدعي. بصراحة كان دعاكي يعني يحزن ان انت يعني طالعه تهاجمي حتى المتابع اللي ضدك، مالكيش حق ان هو ان انت تهاجميه، ده لانه كان سر من اسرار نجاح الترند معاكي يا موحه. برضو ما تنسيش الفضل ولا تنسوا الفضل يا ست الكل.
اما بالنسبه للفيديو الاخير اللي نزلته الست سماح وهي كانت العنوان شيء ودخلنا جوه نشوف ايه الموضوع السحر والاعمال والحاجات دي، لقيت الموضوع الفيديو حلو وروتين، بتعمل روتين في غرفه النوم بتاعتها بصراحه، يعني من القنوات اللي انا بحب يعني اتفرج عليها بالنسبه للروتينات، ست منظمه وشيك وانيقه وفي كل حاجه، في كلامها واسلوبها وطريقتها، ولكن بتلعب يعني على الوتر الحساس، بتلعبي دايما كتير على المتابعين، ولكن ما دام المتابعين عايزين كده وحابين حاجه زي كده براحتك، خدي راحتك، انا بقول لك خدي راحتك، هم عايزين حاجه زي كده، ولكن عايزه اوضح لك نقطه، ان المتابع اللي كان بيهاجمك او كان ضدك كان ليه الفضل برضه، ما تنسيش ان هو كان ليه الفضل في نجاح الترند. نرجع للعنوان الاخير بتاع الفيديو اللي نزلته امبارح وهو موضوع السحر والحسد والشعوذه والحاجات دي كلها، ندخل على الفيديو ما فيش اي حاجه ووضحت كلمتين وبساطه وفي عجاله، انت يا جماعه الخير الحسد مذكور في القران والسحر مذكور في القران والحاجات دي بصراحه ما بموتش بيها، ولكن يعني شفت حاجات كتير وفضلت تتكلم عن السحر والحسد ولكن ما نسبتش اي حاجه ليها، هي كانت بتتكلم في وجه العموم. ست ذكيه جدا 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 جدا، عارفه ازاي تشتغل وتشغل قناتها وتشغل الترند الجديد، ما مش عارفين الترند الجديد هيكون رايح على فين، ولكن اشهد لها بذكائها، عارفه ازاي تشتغل، عارفه ازاي تظبط الدنيا وتظبط قناتها وتظبط الوضع الاخير اللي الناس بقت بتشوفه معاها، شابو يا موحه. ده بالنسبه لسماح، عايزه اقول لك اشتغلي وزيدي من البيت اشعار واشعار واشعار يا موحه. تعالوا بقى نتكلم كلمتين على الست ام الاحباب، الست ام الاحباب، قلبي معاكي ست الكل وهنفضل معاكي، انا شخصيا هفضل معاكي الفتره اللي جايه ان شاء الله لحد لما نشوف الدنيا هتوصل معاكوا لحد فين، وبعتذر ليكم طبعا لو كنت باخد اجزاء ومقاطع من عندكم علشان خاطر نشيرها وننوه عنها، لاني شفت لما اتكلمت عن عائله ام الاحباب بصراحه لقيت فيه هجوم كبير جدا على العيله دي، في ناس مؤيده وناس ضدهم وناس يعني زعلانه وحزينه وناس بتقول الناس دي عندها خير كتير، والاقاويل والكومنتات كتير عندي، ممكن يعني اللي حابب يتابع ممكن يتابع من خلال الكومنتات عندي في الكام فيديو اللي نزلتهم بخصوص ام الاحباب والعائله الجميله. حابه اقول لكم اول حاجه، يعني بجد العيله دي كانت تستحق من وجهه نظري، من وجهه نظري الخاصه والمتواضعه، العيله دي كانت تستحق الشكر والتقدير وليست الاهانه واللي احنا شفناه في حقهم الفتره الاخيره، حتى لو قانون بينفذ لازم يكون في عين الرأفه وعين الرحمه وعين التعاطف، الناس دي بجد يعني حقوق كتير ليها انتهكت وتم التعدي عليها بوحشيه، يعني ليهم حق. هو قانون وبينفذ، بينفذ على الكل عشان محدش يقول ان هو يعني معمول القانون ده ليهم، لا القانون ده يا جماعه سياسه القانون المصري بالنسبه للارض الزراعيه ده بيطبق على الجميع، تمام؟ الناس دي بجد يعني صدروا لينا صوره حلوه جدا جدا جدا، صوره مشرفه جدا 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 للريف المصري الجميل بعرقته بالتكافؤ اللي هم عاملينه مع بعض، سواء كانت ام كبيره او اب كبير زي الحاج عيد او ام الاحباب او ابنائها البنات والصبيان، بصراحه صدرت لنا صوره حلوه، ويعني كان في شكل حلو جدا جدا للريف المصري بطبيعته بدون تجمل وبدون تصنع، وده اكيد شفناه في الفيديوهات بتاعتهم اللي بينزلوها وشغالين عندهم بسم الله ما شاء الله، ما كنتش اعرف ان عندهم 9 أو 10 قنوات غير من الكومنتات اللي بتدخل عندي الفتره دي، قالوا انت زعلانه ومتعاطفه قوي معاهم، ده الناس دي بسم الله ما شاء الله مبسوطه جدا وعندهم قنوات وعندهم خير وعندهم مزارع، الله يزيدكم، الله يزيدكم ويعطيكم كمان وكمان ويعطينا مما اعطاكم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا بعتذر للتصوير والكاميرا يا جماعه لان الاشعه بتاعت الشمس ضربه معايا عكس الكاميرا، فعشان كده عامله ايه الصورة اللي هي الشبوره او الضباب على الكاميرا زي ما حضرتكم شايفين. نرجع تاني لام الاحباب، طبعا انا نزلت اكتر من فيديو والنهارده كمان طلعت كده واتكلمت اكتر وباستفاضه اكتر على الفيديوهات بتاعتهم اللي نزلوها الاخيره، حابه فعلا اننا كلنا يعني نتكاتف ويكون عندنا تضامن مع الاسره الجميله اسره ام الاحباب، لان الناس دي بحق رب العالمين تستاهل فعلا المسانده. انا كشخصي عشت في الريف المصري ويعني بسم الله ما شاء الله شفت الصوره اللي هم يعني ناس كتير تعاطفت معاهم
في الفيديوهات بتاعتهم اللي هي قبل الازاله وقبل الحاجات دي كلها، الفيديوهات الجميله اللي بتعبر وبتعرف عن الصوره اللي هي الريف المصري الجميل. يعني بجد مليون شكر واحترام وتقدير لحضراتكم، ولكن مش عارفه يعني بصراحه الواحد مستاء جدا. انا لما بشوف ام الاحباب، لو الفيديو اقترح قدامي مره واثنين وثلاثه واتفرجت على الفيديو دموعي بتنزل، قسما بالله دموعي بتنزل. الحاج عيد كنت يعني حابه اطمن عليه، والحمد لله ابنه امبارح نزل فيديو، وانا يعني نزلت برضو مقطع كده من الفيديو مع حضراتكم علشان نطمن على الراجل الطيب الجميل اللي يعني بقايا الزمن الجميل. الاسره دي نقدر نسميها بقايا من بقايا الزمن الجميل. في ناس طبعا هتخش تقول لي ايه اللي انت بتهبديه ده يا بنتي؟ ايوه، هم الناس دول بقايا من بقايا الزمن الجميل اللي انا عشته. انا عشت في الريف المصري، وعارفه الناس اللي من نوع ام الاحباب وابو الاحباب، عشت معاهم، كانوا جيران لينا وكانوا قرايب لينا، يعني بصراحه ما شفناش منهم غير كل خير. ربنا معاكم يتولاكم، ان شاء الله هنفضل نقول كلنا ام الاحباب وابو الاحباب، والفتره اللي جايه ان شاء الله نحاول يعني صوتكم يوصل للمسؤولين، محافظ المنوفيه او رئيس الوزراء زي ما الست نجدت وشادت، ورئيس الجمهوريه، لان الناس دي فعلا يعني حتى لو ده قانون وبينفذ، بصراحه اللي حصل معاهم ما يرضيش رب العالمين، ما يرضيش رب العالمين. خير وخزين السنه كله بالنسبه لهم ضاع وطار وحصل تعدي كتير. كده اكون وصلت معاكم لنهايه فيديو النهارده، وانتظرونا فيديوهات جديده، وانا هشتري لكم حلبسه او غزل البنات من الراجل ده، وقابلوني في الفيديو اللي جاي، واقول لكم سلام، دمتم في امان الله.